في موضوع اخر دكتور حتى هو موضوع الطيران جماعة كانوا يقروا في طيران في مونتينيغرو كان في مبالغه في الاسعار تقريبا 75 الف باوند للطالب الواحد بينما متوسط في دول حتى راقيه بلاش نتكلموا على يعني في اوروبا ما يوصلش لنص ربما هذا المبلغ كانت وزاره التعليم كانوا مبتعثين من وزاره التعليم نعم وهذا موضوع حقيقه اخر يعني حتى هو من المواضيع اللي ربما يعني حتى اساءت علاقتي بالكثير من الاشخاص لان كان عندي فيها موقف واضح وقوي موضوع الطيران طبعا هو اي طالب يبعث يجي عن طريق وزاره التعليم ممكن يجي ترشيحات من الوزارات المختلفه في 2013 تقريبا وزاره المواصلات ذلك الوقت داروا عقود مع بعض الاكاديميات لتدريب طيران طلبه في الطيران على الرغم ان خلينا ما نخشوش في الفلسفه هل هي محتاجين لها او غير مش محتاجين لها وعدد كبير بالالاف هل هو في فائده ولا ما فيش واحنا ما عندناش حتى ثلاثة طيارات ولا اربعه لكن غير تجاوز هذا الكلام برا 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 لما استلمتنا يعني بدات تجي الشكاوي طلبه موجودين في مونتينيغرو باش نرفعكم غادي قالوا نحن المفروض كنا نمشوا لبريطانيا وبعدين مش عارف شنو هو الاكاديميات اللي غادي فيه اللي ما حصلوا على التاشيره وبعدين حولوهم لمكان ارخص ورانا ما عندناش حتى طياره باش قاعدين في هانجر قاعدين ندرسوا في مواد نظريه والكلام هو من بديت نستقصي يعني. شفت العقود من الملحقيه الاكاديميه اللي في لندن غادي وشافوا داروا زياره للاكاديميات هذه على ارض الواقع يعني فيه اللي لقيناها مسكره يعني سجلت كشركه بس وبعدين سكرت وتم تحويل مبالغ تقريبا 800 وحاجه 1000 باوند فيه اثنين ثانيات هذو عباره عن دكاكين شقه في واحدة المبلغ اللي 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 اخذوه يعني على كل طالب هو 79 مش وسبعين ألف باوند هذا المفروض باوند في بريطانيا يقريه في اكاديميات حقيقيه بالعكس هم مشوا حطوهم في دول مثلا زي هذه دول مونتينيغرو في اللي في اسبانيا وفي اللي في اليونان احسن اكاديميات في هالدول هذه ولا حتى في دول اخرى في اوروبا ما تتجاوز 45000 45 الف يورو يعني نحكوا هنا على الضعف يعني في المبلغ كله ماشي ماشي انا هذا كل ما يهمنيش مرات من يخنب والله من ي... من يتحايل بينه وبين روحه وبينه وبين, وبين ربه هذا ما يهمنيش أما تضايق حقيقة لما تلمس الطالب مباشرة ولا تلمس المواطن مباشرة ولا يكون فيها ظلمك الطلبة قاعدين حيرين إلى حد الآن فيه اللي انتهت مدة نتاعها وما تجاوزش حتى المرحلة الأولى من الـ من الـ من, الـ من الـ ليش؟ لأنهم لهم موفرين لهم شيء ولا فيه طائرات ولا فيه شيء إلى الآن يدفع هذا المبلغ إلى الآن طبعا أنا درت قصة كبيرة في الموضوع قلت لهم الكلام هذا والله لما نوقفهم والله الأكاديميات ما هم رافعين حاجة الى ان يا اخي كلفت الملحقيه الثقافيه غادي انهم يديروا محامي ويرفع فيهم قضيه ولا ما نرجع منهم الاموال اللي خذوها كلها اياه باش نعرف كيف والطلب هذول نعرف انا مش موقف على الطالب في الاخير طالب ليبي ما عندهاش مسكين ذنب المنحتى مش موقف عليه ولكن بعدين مستعد ننقلهم لجهات ثانيه لاماكن اخرى ويكملوا المراحل المتبقيه لهم ويمشوا. طبعا هنا دخلت الناس اللي هي مستفيده من الكلام هذا ودارت البلبله كلها يدي. كبروا الموضوع ووصلوا به الى الرئيس والرئيس يعني مشيت له وناداني وحكيت له بالتفصيل وفيه 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 وفيه, وفيه, وفيه. طبعا حقيقه يعني الامانه يعني كان متجاوب قال لي ما تدير شيء حول النايب العام ما عندك حجر يا شك لقيت كذا حول النايب العام وكان فيه اجتماع هذاك مدايره مع العماري اللي هو توماس التعليم على اعتبار انه هو كان كان رئيس لجنه المواصلات في ايام المؤتمر فهو اللي معاصر موضوع الوحده يتبع في موضوع المواصلات وجاب جماعه المواصلات اللي هم وزاره المواصلات وجايب الديوان المحاسبه الرئيس قلت له راه بنحكي راه مانيش قال لي ما تخلي شيء ورقيت لهم فوق فعلا والمحضر موجود وقاعد وقلت لهم فيه الفساد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وراني أنا والله ماني مسؤول عنها رأوا أنتم بتديروه بتتحملوا مسؤوليتها يعني ديوان المحاسبة كانوا متجاوبين قالوا لا يمكن احنا ما دام في شيء زي هذا كيف نسكت احنا في ديوان المحاسبة واحد وزير يقول لي فيه تزوير وفيه خنبة وبنقول لك أنا بهي المهم كبر الموضوع درنا اجتماعات أخرى في في ديوان المحاسبة أيضا مع وجود السيد خالد ووزير المواصلات والوكيل و و و والجان ومش عارف شنو هو وكذا ونحط في الحقائق ولم يحدث شيئا أنا قلت لهم لا يمكن أن ندفع درهم واحد لهالموضوع أنتم تبوا موضوع ديروا بروحكم فعلا مشوا إلى أن حول الرئيس موضوع المواصلات هذا نهائيا الطلبة الاتصالات من التعليم لأول مرة تصير خداح حطوه في المواصلات اول مره السراج عشان يغطي على الموضوع هذا لا هو ممكن ما نعرفش هل بيغطي هو هو ما اعتقدش لانه هو قال لي ما تغطيش يعني مش هذا هو هدفه لكن هاللوبيات اللي تخدم هذه يعني به ضغطت على الرئيس به ديوان المحاسبه انت تعرف غير خليني في الرئيس سيد خلي التونجي لديوان المحاسبه السيد فايز السراج قام بنقل هذه المشكله لانك انت ما بيتش تتعاون فيها من وزاره التعليم لوزاره المواصلات نعم بهذه الكيفية نقل الموضوع استمر الموضوع هذا في صرفه إلى اليوم إلى اليوم قاعدين يصرفوا فيه قاعدين يصرفوا فيه والتوصية اللي دارها الرئيس تقريبا بناء على القرار اللي دار الرئيس بناء على توصية من ديوان المحاسب لأن نذكرنا في اجتماع اللي كان فيه السيد خالد شكشك وصل لمرحلة قال عرضوا كيف عثمان واضح انه والله ما هو مدير لهم حاجه، فاحنا باش ما نديروش كذا خلينا نحل المشكله، خلي ينتقل. الدكتور لا لازم يقول لك ايش معنى ما نديروش كذا يعني. كيف يعني مش حيدفع للواحد بتوقف لنا المشكله بتكثر لنا المشكله خلينا نحول الموضوع هذا المواصلات وانتم دبروا راسكم ايش مالنا دبر, دبر راسك؟ يدفع خمسة دفع 75 الف باوند دبر بال... دبر راسك ما هوش كلامي هذا هذا شيء موجود يا سيدي يسالوا الطلب بس بروا للطلبه اللي في مونتينيغرو الان موجودين طيب في عذر على الاقل شكلي في هذا الموضوع وبروا للطلبه اللي في اسبانيا اللي حولون في جزء حولون في اسبانيا ما في شيء والله في حاجه والله عندنا بال... انا قعدت والله عندي بالايميلات هذا اللي مديرينه واحد اردني غادي واحد بزنس في 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 بريطانيا ي... يبعث لمسؤولين هنا في ليبيين يقول لهم راح لنا الرسوم ونعطيكم ألف باوند على كل راس كل راس هيك مكتوبه حتى بال... حتى ككلمه يعني شوف يعني كان الليبي بدا راس معش حتى من هم ت... المسؤولين المتعرفين سيدي دكتور انا والله كاسماء ما تعرفني لكن هم في وزاره المواصلات لان اسمائها ما ما يعني لماذا يدافع السيد خالد شكشك ولماذا يمرر السيد؟ هذه الحاجات اللي انا هذه قلت لك الاشياء اللي محيره يعني ما اتهامات خطيره يعني والله شوف تفاصيل اكثر يا ريت تقول لنا لا لا هي مش هي مش اتهامات يعني ما نتهم انا اقول لك في لا واقع. كلامك كلامك يقول ان في ناس متواطئه في ناس ايه تريد ان لهذا الفساد ان ان يحدث هذا شيء بريد نعم هل يريد لأن هو يبي هذاك يستفيد لأن هو عنده معاه لأن هو كذا والله لأن الله غالبته تهدي تمت وما عندناش من نديرولها وهذه حاجة كذا وهذه خير من, من هذا ما قلت لك أنا إذا كان إنت أنا خلينا نعطيهم كم سنة قاعدين خلينا نعطيهم الجانب اللين أو أو حسن النية في الموضوع ولعل مرات يقول لك أنت تو هذه معناها خلاص تو ما لو بتوقف تو بيصير زي ما وقفوا زمان موضوع الناس اللي تجاوز العمر وقفناهم وردهم لانها استثمرت في الدوله لكن المشكله ان هذا الاستثمار يعني لن يفيد شيء ما يديروا شيء ومش حيديروا شيء كم دلوقتي. يوم سنه يعني؟ والله طبعا تشوف من قبل لا نجي انا يعني حدود ثلاث سنوات وشوي معظمهم حتى مددهم مدد 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 تمت ومونتينيغرو قاعدين وحيروحوا مونتينيغرو في اسبانيا وفي شويه واحدين في اليونان وحيروحوا بدون ما يحصلوا نتيجه لان فيه ناس يعني تستفاد تستفيد ماديا من بقاها هناك, هناك وياخذوا في نسب على الرسوم الدراسيه نتاع 1000 باوند على الراس هذا المو... المال الموجود انت شفته بعيونك هذا نعم وزارتك كان يعني. دكتور إيه بحسب هذا الكلام نعم في في فساد كبير في وزاره لا 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 بالعكس احنا ما فيش فساد انا قلت انا قلت لك حكيت لك شنو هو اللي إيه الفساد من وزارتك مش يعني باب الاول هذا باب الاول والفساد اللي فيه اللي وقفناه نتاع المرتبات ها وشوف الواحد اللي فيه الفساد اللي في الباب الاول اللي إنه هو في وزاره الماليه من اكثر وقفناها. واحد عاق عمليه الاصلاح التي قادها الدكتور عثمان عبد الجليل او ما هي الجهات سميهم بالاسم وبالاسماء لا انا مش مش اعاق اللي خيب املي يعني ولو حصلت الدعم نتاعك كنت تدير اكثر اللي هو ديوان المحاسبه لو وقف معنا ديوان المحاسبه بقوه وبصدق وبمصداقيه وفي الاجراءات اللي نديرها وكان وكان ظهري محمي منهم ما 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 يصير شيء يعني في اشياء كثيره تتصلح الرقابه الاداريه للامانه لا رينا منهم لا خير لا شر شادين على حالهم وماشي الرياسي لا ينفع ولا يضر ما كان شيء يتدخل الحقيقه في شيء مكتب النائب العام يعني المفروض لما نحولوا له شيء والله تصل القضيه يدير فيها شيء لكن ربما لتراكم الاشياء في ليبيا الوقت ما الوقت ما مش فهذه طبعا اللوبيات هذه تكسيرها يحتاج طيب. لوقت لكن والله العظيم يعني بالاصرار وبالقوه وبالمصداقيه ربما لربما بنسالك سؤال تقدر تنافيك عنه يعني لو مم. كان الدكتور عثمان عبد الجليل لما خش للوزاره اللي موجود في حسابه هو نفس اللي طلع به ولا اكثر؟ اكثر شويه اكثر شويه لان مرتب يعد انت عايش على مرتبك دكتور مش ما من برجين ثاني، حتى السكن اللي كنت ندير فيه كنت ندفع فيه بروحي، أي، لكن غير خليك تو أنا مرات كي تو تقول لي هذا واحد كيدير لي فيه مثاليات، لكن نقصد هذا أتمنى من لديه غير ذلك، مش بالضرورة حتى دليل، غير يجيب لي هيك حاجة أنا 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 قابل إني نسمع منك ونجاوبك، وإذا كان ما جاوبتكش ما، ف وما فيهاش باس وسعيد راهو بها ما فيش مش مشكله يعني شنو يعني في الاخير قصدي جيت بشيء والحمد لله يعني الواحد ماهوش يعني مثلا في حاله ضيقه انا عضو تدريس ومرتبي كان كويس والان اصبح مرتبي كان افضل بثلاث مرات أو اربعه. ف به. طيب دكتور آه لربما بكل المشاكل اللي حكيتها اليوم نحن بعيدين جدا عن السؤال اللي بنطرحه. لكن فعلا انا من الناس اللي نشوف ان وزاره التعليم هي العمود الفقري للدوله الليبيه، هي اللي بتخرجنا وزرائنا، هي اللي بتخرجنا مهندسينا ودكاترتنا واقتصاديينا وهم الثروه الحقيقيه ثروه عقول وليست موارد زي ما حكيت حضرتك بالضبط ولكن دكتور هنالك وظائف ستختفي في غضون خمس سنوات، في غضون عشر سنوات، في غضون, عشر سنوات في غضون عشرين سنه، يعني في تقارير تقول وانا اصدقها الحقيقه تقول ان 70% من الوظائف ربما ستختفي ستتحول ستتغير لن يكون هنالك محاسبين في مده معينه لن كان هنالك اطباء اسنان سوف يقوم يعني بيستبدلوا بروبوتات اليوم الابلكيشنز اوبر وكريم ومش عارف يعني الغوا وظائف واستحدثوا وظائف ثانيه اين ليبيا من هذا كله النظام التعليمي كأن بعد عشرين سنة بنكونوا آه يعني في العصر الحجري والناس واصلين في القمر نعم. ربما اليوم أقل وطأة الموضوع لكن حيكون صادم للأجيال اليوم الطفل اللي يقرأ أولى ابتدائي وين حيكون في 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 في, في هالتغييرات هذه كلها نعم والله ممكن هو يا ريت هذا كان هذا أهم سؤال وهذا هذا صلب الموضوع اللي المفروض أن نحكي فيه، خليك من تجاوزات خذا فلوس ما خذاش مش عارف شنو بعض الامور التنظيميه كلها كويسه لكن لكن هنا صلب المشكله. العالم الثالث بما فيهم ليبي راهي المساله كلها عندنا احنا مساله عقول، ما فيش استثمار في العقل البشري نهائيا. والنتائج نشوفوا فيها نتائج التعليم المتدني لعشرات من السنوات السنوات الماضيه شوف النتائج اليوم اولادنا شنو يديروا في بعض اللي يتقاتلوا اللي يخنبوا اللي يكسروا اللي يديروا اللي يديروا بدون بدون يحسس وقت زي ما قلنا اقتصاديا لما بتشوف انت شنو الاستثمار العقل البشري كيف يفيدك وكذا ف اتفق معك وما في داعي ان فيها ان راهو الاستثمار في التعليم هذا هو كل شيء صحيح. باهي المبدا هذا حقيقه وبدون تبجح ما كانش غايب عنا كنا جينا قلنا باهي خلاص باهي تو كيف نصلحوا ما حكيت لك تو التعليم الاساسي شنو التعليم العام شنو التعليم العام والتعليم العالي كل وحده كيف نصلحوا فيها كيف نصلحوا المعلمين كيف ندير الامتحانات كيف ندير التنسيب كيف ندير يعني الاختبارات للمعلم كيف ندير امتحانات للطلبه كيف نطور من عضويه التدريس كيف نساوي المناهج كذا 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 ومع هذا ومع هذا يعني مما مما توصلنا اليه من نتائج يعني المناهج ممكن ناخذ عليها ونسوها. ممكن خدمنا فيها شوية وممكن العام الجاي تتصلح وكذا. المعلم اصطدمنا قلت لك بالكفاءات اللي موجودة وهذه عقدت الموضوع، يعني ما عادش نحكي على أربع شهور نحكي على سنوات. فمعناها مشكلة كيف بتدير؟ ولكن حتى لو كان فيه حل سحري باهي لو فيه حل سحري وجبنا أحسن مناهج في العالم ومعلم أصبح من أكفأ المعلمين والمكان هذا اللي نحكي عليه اللي هو يعني الزاوية الثالثة فيها المثلث لقينا فلوس وسويناه باهي يبقى هذا اسم التعليم التقليدي الذي لن لن يستطيع ان يخرج يعني اجيال تتلائم مع ما هو قادم زي ما قلت بهي الدراسات اللي على عليها هذه نقول لك على واحده منهم يعني النقله المشهوره يعني في سنه الـ 2040 راهو اكثر من 70% من الوظائف اللي نعرفوها حاليا تختفي صحيح زي ما قلت طبيب الاسنان حتى طبيب البشير راه تخش محامين محاميين محامي الطيار لا 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 به انت كمسؤول كمسؤول في التعليم او ك يعني كانسان في الدوله يعني شن هي الاستراتيجية اللي بتديرها انت كيف تعد الاجيال نتاعك شن تقريهم مفروض انك انت شن بتقريهم باش لما يتخرج ي... يلقى ي... وظيفة كيف في مع اللي موجود غادي يعني هذه المهمة نتاع التعليم هذه مهمة استراتيجية الحقيقة يعني كيف تعرفها انت هذه باش شن هو اللي موجود كانكم تقولوا هم الوظائف هذه 70% بتختفي باش شن هو اللي بيكون موجود باش خلي نجهزوا فيها رواحنا ما فيش حد يعرف بدقه يعني على الاقل تمام بايدا معنا هالموضوع مغلق ما في حل يعني للامانه يعني اللي لقيناها اللي فيها فيها كذا ان ان الموضوع غير غير ذلك احنا بدل من انك انت تجهز الطالب لشيء معين تجهز الطالب انه هو لما يتخرج يكون قادر على ان يتلائم او او او, أو يتاقلم مع ما هو موجود هذا هو انت غير جهز بالشكل هذا فمعناها ما عادش تحطها في مسار معين ما عادش تحطها في في تفكير معين ما عادش تدير لها الطريقه الكلاسيكيه نتاع واحد في كتاب يجي معلم غادي هو المستقبل البيانات مش عارف شنو جاء حاجه اسمها التعليم التفاعلي هذا اللي الان بدا اصبح او الانتراكتيف ليرنينج يعني اللي بدا بدا منتشر في انا الحقيقه هذه نشوف فيه هديه من ربي بينقذ هالبشر بينقذ هالبلاد بينقذ هال... هال هال هالجزء من العالم كله بيلغي تاريخ لالاف السنين كان نقول لك من ال... من التراكمات خلينا نعرف في ب... بشكل اذا كان صحيح اذا كان الانتر اكتف اديوكيشن اللي هو التعليم التفاعلي هذا انه يتعلموا الاطفال او حتى الكبار بتابلت كمبيوتر هذا الشاشة اللمسية و... وتكون زي الالعاب اللي موزه ميم وازا و وتفاحه وهذا نعم. هو التعليم التفاعلي هو هو هذا ال... هذا هاد... الشيء البسيط هذا الشيء البسيط فيه التابلت ولا ال... ولا الاداه هذه هذه هي غير اداه بس يعني لكن هي الفكره الكونسبت نتاعها كلها ما عادش نبنعتمد على حاجه مجامده في في منهج كتاب ولا مش في في كتاب وفيه معلم غادي هو اللي هو اللي يلقن مرات معلم طائرت له مرات مرات معلم مرات معلم عنده 5% في المية, <applause> <في> المية, <applause> المية. مرات فاهم ما مش فاهم هذاك الوقت شنو يعني إذا قلت له أهل. سلوكه هذا كله بيختلف الانتراكتيف ليرنينج هي انت بتحط المناهج اللي هي يحطوها ناس عالميين على كل مرحله الصف الاول شنو المفروض شن يقرا الثاني شنو يقرا الثالث شنو يقرا الرابع شنو يقرا في التابلت تكون هذا الويندو ال هو اللي هو اللي يخش اللي والنافذة اللي يتحكم وال, 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 وال كل البرامج المدعمة ولا الواحد هذه موجودة كلها في في سيرفر موجود في داخل المدرسة مثلا نقولوا الحاجات هذه كلها وبعدين في الأخير الأبديتس نتاعها كلها مربوطة بالإنترنت هي فيري سمبل وفيه السمارت بورد اللي هي السبورة الذكية الشاشة آه باش باش لما يصير فيه انتراكتيفيتي يعني ما بين الطالب يبدا الطالب هو جزء من العملية التعليمية المعلم هذه عبارة عن بيصبح يعني اللي هو شخص ينسق ينظم يتابع فقط يعني ما هوش هو المصدر الاساسي للمعلومه مصدر مم. الاساسي للمعلومه موجوده هنا الاله اللي موجوده في التابلت واللي حاطونها حاطينها ناس كويسين واللي موجوده في السيرفر الحاجات الداعمه لها ناخذ مثال ايوه اعطينا مثال مبسط دكتور خليه يفهم الناس الكتاب المدرسي زمان أتذكر انا واحد الرابع بيشرح لك على المولد الكهربائي تذكروا فيها تلقاه داير صوره للمولد ومقطع مقطع هيك يبين لك مثلا فيه قالب من النحاس وعليه ولا قالب من الحديد وعليه مش عارف شنو سلك من النحاس وفي اسلاك كذا ما هيك غير تو ما معاش نذكر بالضبط يعني الطالب اللي الذكي ولا اللي مهتم مرات يتمعن فيه المعلم الكويس مرات يشرحه بطريقة كويسة باش يجيبها الكتاب اللي محطوط بشورة كويسة ومشروح فيه الآلية كيف ورسمة قنينة يعني تخليه يفهمها هذا كله تقدر تتجاوزه هو موجود شيني هذا فيه 3D يعني هو المجسم ي... موجود مرسوم وتقدر تشوفه وي... ثلاثي الابعاد ثلاثي الابعاد وي... ولربما تركبه يلعب فيه يركبه ينحطه في لو نغير هذا شنو بيصير هذا كذا كذا تبدا تس... اسهل المعلومه في ايصال لذهن الطالب بالضبط. 90% اكثر ولو نحتاج لو نحتاج لمعلومات اكثر من هذه تو الكتاب ما عندك تمشي لكن هذيك بلينكس معينه او موجودات كلها في السيرفرز شنو يستخدم وين يستخدم من اكتشفها كيف تطور دا, دا دا في 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 امور بسيطه جدا وممتعه بس هذا هذا موضوع يعني يحتاج لربما حتى الوطن العربي ما فيش انتر والله مش في مصر بدو فيه في مصر في الأردن بدو فيه في الامارات بدو فيه بادين كبدايات محتشمه على في في مصر بادين من اول ثانوي لكن المهم الحقيقه لقينا هذا مخرج لكل النبوه كل هالمشاكل اللي عندنا من المعلم ومن ال من ال من الـ, من الـ تك... المنهج تقدر تطبقه دكتور؟ بدينا فيه وصلنا فيه مراحل متقدمه جدا، مشينا لاكبر دور النشر في العالم طيب اللي هي البريتانيكا انسيكلوبيديا كانت تسمع بها طبعا الديسكفري اديوكيشن جوجل اديوكيشن مايكروسوفت وجلسنا معاهم ترى شنو اللي موجود هذه درت هذه هيك كذا ووصلنا لي, لي كم كانت تكلفه هذا المشروع ولا ما زال انتم ما وصلتوش هو المرحله الاولى اللي هو اعداد المناهج تقريبا حدود 15 مليون هذه من الاول الى ثالثه ثانوي طيب لاربع سنوات لاربع سنوات السنه الاولى احنا هيك قسمناها، اربع سنوات السنه الاولى بناخذ الصف الاول والثاني والثالث طيب السنه الثانيه بناخذ الصف الرابع والسابع واول ثانوي على اعتبار الثالث هذا بكمل معنا بيخش في الرابع هذا يعني. اقل هذا اقل من طباعه الكتب بيكون اقل هلبه ومش غير هادي، بعدين هذا بهذا يمكن تطويره في اي لحظه مش بهي الكتاب المدرسي بتلوحه هذاك يعني ممكن خل... قلنا بيقعد داعم في البدايه ولعل لان, ال... لأن الانتقال من شيء الى شيء اخر ديما الانسان شويه يتعود به مش مشكله حتى لو درنا حين السنه الثالثه بيكون الصف الخامس والصف الثامن والصف الثاني آه ثانوي، الص... السنه الرابعه الاخيره الصف السادس والس... والتاسع وثالثه و... ثانوي، يعني في خلال اربع سنوات درنا البرنامج وعدينا المناهج الناس هم عدوها مشان احنا يعني اعطيناها مشان النبوه على الاقل في الاساسيات في اللغه الانجليزيه في الماث الرياضيات وفي العلوم وفي اللغه العربيه وزدنا ماده اسمها الكودينج او البرمجه في الصف الاول الابتدائي صف الصف الاول الابتدائي كودينج اي, اي, اي حتى انا لما قالوا لك تتعلم برمجه الصف الاول قلت لهم برمجه انتم متغرب مسكين قاعد يدير حتى الحرف نو no هي مش البرمجه هي الكونسبت يجيبوا هالة بطريقة بطريقة كويسة يعني يعني تفكر المثال اللي وروه كانت الطائرة هليكوبتر هي تمشي هيك يلعب بها صغيرة زي اللي في التابل ولما يرص النقطة هذه تمشي هيك لما يدير هذه تمشي تنقلب يعني يعني فيها يعلم حاجة اسمها المنطق والله اللوجيك التأثير نتاعها لما هم قاعدوا يحكون لنا عليها ونحن كنا نستوعبها انك انت من ذلك الوقت لما تحط في الطالب هو تعرف شنو هو حاجة منطق الكريتيكال ثينكينج يعني انك التفكير اللي هو يعني المنطقي ولا منطقي. مش منطقي يعني اول شيء بيغير حتى سلوكه حتى في الشارع راح. لما يبدا في حاجه يعني يشوف فيها غير سويه يقول لك ليه علاش انت هيك ليش ما تروح الناس ناس في الباب هذاك ليش ما درتهاش في هذا في في البرميل هذاك ليش تقتل في واحد ليش يعني هذه حاجه بالاضافه الى انك انت من البدايه بتعلم على انه هو يفكر تفكير منطقي. في معاكم دكاتره نفسيين مهتمين والله يعني للامانه هو ماهوش اختراع منا نحن لأن هو انت تتبع فيه. في, في ناس اخرين, آخرين متقدمين لكن قعدت نستقبل وانا بروحي انا في شخصي نمشي ونجتمع معاهم ونجلس معاهم لايام من الصبح الى الليل باش بشن... بشن... هنا لو فعلا تطبق الكلام هذا ووصل الى الجامعه راك انت بيطلع لك شخص ما عادش مقيد بحاجه معينه بس اعرف انت شنو تديرها بدا عنده قابليه لانه هو وفي خلال هالمرحله هذه الامور بتتطور وهذه وهذا لها ابديتس تمشي بيبدا روحها دبتف ويلقى روحها موجود مع يلقى النظام اللي قاعدين تشتغلوا به هذا يتطور بكليكس نعم. -بي المشكلة بي -بي زر المشكله آه. الاكبر اللي نا متخوف منها انه مش لان هذا النظام كويس لو درناه بنستفيده هذه كويسه صحيح لكن راهو لو ما درناهاش رانا والله العظيم ما صير من زي ما قلت حنلقوا روحنا في العصر الحجري زي ما كانوا هم في عصر النهضه واحنا كنا طيب. طيب ليش؟ م. ليش؟ الطالب اللي بيخش للصف الاول هذه العام حيحتاج لست سنوات في الابتدائي ثلاثه في الاعدادي تسعه ثلاثه في الثانوي 20 عام ثلاثه في الثانوي 12 وخمسه غرقول في الجامعه 17 احنا في 2020 راهو اللي بيخش السنه هذه الصف الاول بيلقى انه 70% وظائف مش موجوده في الجامعه بيكملها في 2037 يعني بيلقى روحها في سوق عمل الله اعلم شنو يكون شكله ما لم نجهز الكلام هو من تو نغير نظامنا راه والله الا كان ايماننا به كبير مقتنع به بدينا فيه للاسف الشديد الان جمد او واقف او ربما سيقف الله اعلم شنو وهذه اكثر الاشياء اللي اللي المتني الحقيقه الى اليوم عند استقالتي إن, إن, كيف ان كيف ما نقدرش نكمل الشيء هذا لان نشوف فيه هذا هو المنقذ لكل هالمشاكل اللي عندنا فاتمنى يا ريت في ناس على الاقل اللي موجود توا والله اي واحد يجي بعدين الحريص ان الكلام هذا والله انا مش غير انايا نعرف الليبيين الآخرين كلهم كانوا متحمسين نخدموا فيه تطوعا نجوكم نعاونوا نعاونوا فيه هيك برا ما شيء لكن لو ما ندارش رايهم عندنا مشكله كبيره فهذا هذا التعليم التفاعلي اللي هو اللي فعلا يعني الحل لهالقصه طيب ممتاز الحكومات اللي عندنا هل بكيت اثناء استقالتك؟ <applause> ما نعرفش انا ما شفتهاش الحقرة مره واحده لا هي ممكن جا هل قالوا لي كان صوتك يعني متاثر شويه يعني لماذا تأثرت؟ أو حقيقه يعني لاني انا لقيت روحي في لحظه يعني كل اللي نديروا فيه كان شغل يومي وشغل يعني شهري وشغل يعني بينتهي يعني كلها بيختفي طيب طيب فعلا فعلا السؤال, السؤال السؤال المهم فعلا راهو اختفى هذا هو بالله بنعاودها لك هذه فعلا راهو تو الكثير من الاجراءات اللي فيها اللي حكيت لك عليها هذه كلها راهي كلها يعني الغيت بدون مبرر يعني البعض يقول م... لك البعض يقول لك لماذا يعني ليش حكومتك قالت ان بنفصل زوز وزارات وانت شد واحدة من الوزارات هم ليش متشبت انها تكون مت ماسك الوزارتين مع بعض؟ لان اثبت نجاحك في وزاره ما تقدرش وبنتب... ما تقدرش يعني كان ما نبيش ننافق نفسي ما نقدرش وقلت له للرئيس كيف؟ لو تحطني في التعليم العادي وتقول يصلح في التعليم العالي ما نقدرش نصلح فيه كان ما نقدرش نصلح التعليم المتوسط كان يجيني المخرجات نتاع التعليم العام هو كلهم سيئه اللي غ... اللي نازح بالتنقيل واللي جايني معقد نفسيا واللي ما قراش بالتعليم التفاعلي الصحيح واللي ما هو جاهز واللي ما يعرفش حتى في الكمبيوتر واللي ما يعرفش اللغه الانجليزيه كثير وهو... من الدول فيها التعليم العالي مفصوله عن التعليم الاساسي ما هناش الا الدول اللي هي ماهيش متقدمه لكن دول العالم متقدمه تلقاها وبعدين يعني كل دوله مصر دولة فيها مصر مفصوله فيها تونس فيها صحيح لكن بريطانيا لا امريكا لا كندا طيب احنا يا ريتنا نوصلوا لمصر و... لا لا والله ما نوصل لهم لا لا حتى يعني زي ف ف ف فالفكره هي مش ان ندور في موقع انا فعلا الى اليوم راح يقولوا لي مرات هذا هيك خير شد في التعليم العالي مش هي مش هذه باين شد في التعليم العالي اذا كان او بتقول لي تقعد في التعليم المتوسط ونفت... هي منظومه واحده منظومه واحده الاصلاح قلت تونس 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 من البلدان اللي تعليمها يعتبر في الوطن العربي جيد الى حد كبير لكن هاي مفصوله والله شوف جيد والكلام العام هو اللي نقولوا فيه ربما ما يكفيش انا نبي مؤشرات على ترتيبها كل واحد في العالم الناس اللي تدير فيها بالمناسبه احنا بالمؤشرات وبالارقام طيب طيب طيب, طيب اعطيني مؤشراتنا احنا قبل ما تشد الوزاره واثناء استقالتك منها هو طبعا هو المشكله الاصلاح انه يعني ياخذ وقت طبعا اذا كان اقول لك انا السنه الاولى قضيتها غير إن نجمع في بيانات غير بس تجميع أحسنين. البيانات من شأن انه هو يزيدك يزيد في المؤشرات لكن لكن نقدر نعطيك حاجه واحده بس في 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 السنه الماضيه 2018 2019 هو طلع واحد يقول الليجثم بروسبريتي اندكس يعني اللي هو مؤشر ال شو الاداء يعني الكفاءه ممكن مم. كان ترتيب ليبيا في هذا هذه فيه في كل السيكتورز الاقتصاد في شعره شنو في كذا في كذا كذا ترتيب ليبيا في 2016 2017 107 108 تقريبا 108 في 2018 في 2018 ل 2016 2017 كان 108 في السنتين في 2018 87 يعني قفزنا قريب 21 دوره ممكن تقول لي هذا غير هيك جت بالصدفه والله ما اعتقدش كيف بالصدفه باين هذا 16 17 عام ممكن كان صدفه ليش ما جاتش قبل ممكن تقول لي لا هذه غير ممكن من واحد ثاني مش منك انا ما من نبي شيء ما تقولهاش مني لا لكن الحمد لله على الاقل فيها اشياء تحسنت ممكن تقول لي هذا فاقد المصداقيه والله ما نعرفوه أنا, انا واحد عمري ما سمعت به هذا اصلا بكل لقيناه في الوحده طالعه وكتبوا عليه ناس اخرين ففيه فيه فيه اجراءات حقيقه كانت قويه وملموسه واحدة من اهم الاجراءات ده. ان 98% نسبه نجاح تحولت ل 37 نعم عدم الضرب عدم الكثير الكثير من الاصلاحات ترسيب الطالب و. درنا من... حاجات حتى ثانيه لك على السريع بكل يعني على الاقل حتى حتى التركيبه الاداريه راه اول مره ننشئ مركز توثيق ومعلومات في الوزاره مركز مستقل عند استقلاليه اداريه وماليه، هذا مهم تغير يجمع البيانات ويبدع يديرنا في الدنيا هذه كلها. مم. اول مره درنا مركز للامتحانات، حولنا الاداره كانت عباره عن يعني اداره ما لهاش اي معنى، بدات مركز لها استقلاليه اداريه وليها ميزانيتها وليها كذا. والهدف منها تجميع كل الدرجات وكل البيانات داتا سنتر لوزاره التعليم في الامتحانات هذا في الامتحانات هذاك هذاك مركز التوثيق والمعلومات وهنا في الامتحانات مم. درنا مصلحه اسمها مصلحه التفتيش التربوي لان قبل حتى اداره مهمله وهذه باي احد مشاكل التعليم واحد الكوارث اللي في التعليم هو التفتيش التربوي وهذا كنا السنه هذه بنعطوه حقه من الاصلاح لان التفتيش هو المفروض انت الذراع اللي تشتغل بها الوزاره باش تراقب شنو اللي صاير وهو للاسف يعني كله تقليدي كله كلاسيكي كله يعني سيء وكله ماهوش 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 دقيق لكن عموما لاول مره اندارت ايضا مصلحه تشتغل فكل هالاجراءات هذه هذه صارت تو في خلال هالسنتين يعني ف نرجع للاعتراض لما نكون الاجراءات ماشيه كويس والاصلاحات ماشيه كويس والتطور فيه والمؤشرات تتحسن والعالم صح الليبيين مش يعني في حاجات كثير يرفضوها في البدايه لكن بدا يتقبل <applause> تمشي تقسم الشيء هذا تقسم ظهرنا ليش ليش لماذا 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 برايك السيد فايز السراج اراد ان يقسم وزاره التعليم تحت ضغط من من مجموعه مستفيده دكتور دكتور دائما لقاء فلوسنا بلس يكون اكثر مصارحه لازم تعطيني على الاقل لا انا انا في اعتقادي ان جماعه جماعه يعني يعني لهم توجه ايديولوجي معين يرفضوا ان اي واحد يكون ما هو ما ينتمي في مجال شد شد الانتباه كويس هيك مبدئيا هو لما حكيت انت ايديولوجيا تقريبا قدرت نفهم لكن هل تتكلم تبي المواطن يخمن او خلي يخمن المواطن يعرف روحه مواطن ذكي يعني دائما لكن في نفس الوقت يستخدم الناس اللي تحكي عليهم كشماعه كشماعه باهي كويس ماشي ما قلتلكش لا اي حد يخلص لكن هذه ما هو ما هو بناء على على مؤشرات حاجات حاجات جتني ملاحظات ونعرفها يعني, يعني ما يعني اعطينا الملاحظات خلي المواطن ما على الاقل يقتنع بكلام الوقت الوقت لا يكفي باهي فيه ال ال انا قلت لك هذا مش هو فيه اللي, اللي هو الماكينه الفاسده نتاع الاموال هذه اللي كانت مستفيده اللي كانت تتلاعب بالبعثات يديروا في فلوس الواحد هذه الاعتمادات الكلام هو اللي بدات, بدأت فيه ضوابط وبدات فيه شفافيه هذا بيختفي عليهم هذا طبعا مش في من الكلام هو اعتقد هم مستفيدين ماديا من هذا الموضوع اللي قسم الظهر البعير اللي هو ايقاف ال 153 الف موظف اللي انا اعتقد انهم هم يعني يعني ما همش يعني مكان ما هو ما همش صحيح ايضا هذا حتى هو فيه في برنامج اخر يعني فهي تراكمات فالرئيس ونعذر انا ارى والله نعذر الحق يعني ما ما بدون بدون لا نجامله ولا ولا نبي ننتقده لكن انا نقول في الحقيقه يعني احنا في مرحله حرب وهل فئات هما هم اللي نحكي لك عليهم الفاسدين داروا زوبع واتجهوا للمعلم اللي هم باش بيوقفوا الدراسه م. وبيديروا يعني زي ما تقول عصيان مدني في كلام فاضي في كلام فاضي وانا وقسما بالله الى حد اليوم لا احمل على المعلم الحقيقي اي غضينه م. لاني نعرفه يعني يعني ما هوش هو يعني بالعكس احنا كنا معاه واحنا دائما معاه وبنصلحوا له مرتبه وكذا لكن التضليل اللي وصل واستغلوا ناس يشروها شراء دم ما همش حتى في التعليم جابوهم شوية يكشكوا قدام واحد آسف للتعبير قدام رئاسة الوزراء ويرقصوا يعني قالوا لها أوهم الرئيس أن راه الموضوع راه البلاد كلها راهو حتى تجمد. فممكن هو من ناحية أنه باش يحافظ على استقرار البلاد في هالحرب هذه شوية ما بيش المشاكل ما دام هي حل المشكلة الفصل حتى لو بيعيق الإصلاح شوية مرات ما فيش باس بحكم وظيفته هو بقدرها بالشكل هذا وانا هذه ما عنديش فيها مشكله يعني هذه يعني نتفاهم فيها لكن بحكم وظيفتي انا انا اللي هو في القطاع هو في الاصلاح ما ما, ما تعني لي شيء انا نعرف انهم هم, هم كذابين انا نعرف انهم هم غير غير واقعيين انا نعرف انهم يقدر ما يقدروا يديروا شيء ما تبيش تذكر من الاسامي لا هم حتى في هالمجموعات هذه كلها من هم بلهم مش عارف تنسيقيات، مراقبي تعليم، وكذا اطياف مختلفة من الشعب الليبي وليس وليس, وليس فئة, فئة معينة فيهم مدراء ادارات ووكلاء وزارة في التعليم مستفيدين كانوا ينهبوا كانوا يديروا وانا عليهم الواحد اي ما هادو في صالحهم ما يهمهم شنو بيصير في البلاد ما يهمهم شنو المشاريع اللي نحكوا عليها التعليم التفاعل اللي بيوقف الاصلاحات اللي كلها بتوقف لاخر مره دكتور هل تبي تقول لنا اسماء اسماء ما هو الامانه بس حتى ما نكون يعني متحامل على حد مرات نتجن عليه يعني يعني ما ما نقدرش نقول لك حد بعين مراه لان يعني هي شبكه كبيره اعطيني رؤوس كبيره للشبكه هي. والله الا الشبكه والله صدقني ما فيه واحد اللي هيك نقول هو هذا السبب وكان إنا نعرفها انا نعرفه راني حليتها مع حتى بشكل شخصي يعني كان هو واحد ولا اثنين لكن طيب. هم فئه فئه من الفاسدين او من الناس اللي هي التقليديه الكلاسيكيه اللي مع اللي انتهى عليها وما هيش قادره تواكب التغيير وراه كنا منطلقين احنا بسرعه 200 وهم يزحفوا زحيف. طيب. هذا ما هيبوش هطلع طيب خليني زي قبل خليني طيب مرتب ونقعد ون... طيب، دكتور شفنا مؤخرا صورتك في اكثر من مكان كمرشح رئاسي ونسب مره نلقوك مع وزير قدام المشير حفتر ومره مع وزير الداخليه فتحي بشاغه ومره نلقوك مع صادق الغرياني ويعني دارت اكثر من قناه قناه 218 دارت معا من اجل ضد استقاله هل هنالك تدخل من السيد الدكتور عثمان عبد الجليل في اي منها إجابة نعم او لا بس لانه مش هذا سؤال لا, لا طيب هل هنالك هل, 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 هل هنالك نيه من دكتور عثمان عبد الجليل ان يكون رئيس حكومه ابدا لي بنعم او لا وبعدين فسر لي هو ما هو مش هيك انت اعطيني نعم او لا وبعدين فسر لي ما, ما عندكش الشجاعه ان تقول نعم لا 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 عندي شجاعه ان اقول لك نعم ليش لان انا مؤمن حقيقه يعني انا دوري ك ك ك كشخص بديت الان جزء من هالمجتمع وفضلت اني نجي وفضلت اني نسيب كل شيء ودوري اني بنصلح وانا نعرف اللي شفته قدامي ان الكثير ما يقدرش يصلح اللي نقدر ندير انا اكثر من اللي يديره غيري ما عنديش ما فيهاش باس لكن غير بيها تجي يعني لو تقول لي صارت في انتخابات هل بترشح؟ نقول لك نعم. <applause> ليش لا؟ قصدي <applause> ليش لا؟ انا راه تو نحكي هيك مسبق لانك انت اصريت اني نجاوبك. لكن لكن يعني قليلين يعني قليلين من يعترفوا ان من حق كل مواطن انه كل نعم بالعكس انا اتمنى ان كلها تشارك كل من الاكثر صحيح ممتاز انا سعيد بهذه الاجابه ونحييك عليها ما الذي تريد ان تغيره اذا ما كنت رئيس حكومه؟ والله بالنسبه لي تو هيك نقول لك كثير الكثير اللي نشوفه هل 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 تعتقد انك انت لو كنت رئيس حكومه كنت قدرت تغير؟ اعتقد هل نقدر خ... نسمي أنا، أنا خروجك؟ أنا قدرت... هل نقدر نسمي خروجك من وزاره التعليم؟ في اللي يقول لك مثلا انت ما قدرت تغير في التعليم تقدر تغير رئيس حكومه؟ انا اللي قدرت نغيره في التعليم مش انا مورح. خليت انت نعم نعم لك. نعم لك. اللي, 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 اللي 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 تم تغييره في التعليم في السنتين هذول بشهاده الجميع ما تمش حتى في 40 سنه فاتت انا انا اتفق معك تمام هذا من داره في شخص لكن في 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 لحظه معينه ما نبيش نقول فشلت لكن استسلمت لا مش استسلمت ولا فشلت الزوز انا اعترضت على مبدا انتم يا جماعه اللي درتوه هذا خطا وما مش وبلغتكم انه خطا واعطيتكم ولاسباب فنيه ولان شنو اللي يخليك اذا بنفشي. كان اذا كان انت في وزاره التعليم عند منحنى او منعطف معين استسلمت وتركت وتركت, وتركت 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 القياده شنو اللي يخليك تقدر تقدر توقف قدام ضغوطات اكبر من هذه بملايين المرات لو كنت رئيس حكومه لا لا بالعكس لما تبدا عندك رئيس حكومه تبدا انت الديسيجن ميكر يعني انت عندك القرار ما فيش حد يغير لك من فوق تو هذا اللي خلاني في وزاره التعليم انا انا كلهم كانوا يشرحوا ما يعنوني شيء سواء في وزارة ثانيه ولا داخل الوزاره وكلهم نقدر نتغلب عليهم من ناحيه بالمنطق يعني بالحجه يعني وبالانجاز لكن لما تجيني حاجه من فوق انت تقول لي زي تو انت ماشي انا بنقسمك على زوز بنقسمك على زوز ما معاش نقدر لهذا لهذا ما عادش نقدر ونقول لك لا ما نقدرش ما نقدرش راهو بيصير وبيصير 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 بالعكس انا تشوف فيها لو اني نارضيت رضيت ولو اني قعدت في التعليم العالي اقسم بالله لو اني نا انا انا في شخصي مانيش انا تويني واحد ثاني هيك ونقيم والله لما نهز على روحي نقول لك هذا غير باش بيحصل منصب قاعد في مكان غير بس وحطوني وزير وخلاص وين الاصلاحات هذا؟ اذا ما رجع بيك الوقت مره اخرى لقبل استقالتك كنت حتستقيل مره تانية. بنفس الاسلوب وبنفس القوه ممكن هالمره نزيد نوضح اكثر ونزيد ندير للناس اكثر وارد فرئيس الحكومه ترى ان ترى ان المعلمين يحبوا الدكتور عثمان عبد الجيل انصفهم حاول والله للامانه بهي وهذه خليته هو سؤال ممكن جحت هو يعني عفوي لكن لكن كويس انا كنت اعتقد لا وما كنت زعلان الرا لان نقول شنو الناس تحبس التغيير ومساكين فيه اللي هيك عقليته وفيه اللي فتره شويه ولما تقول لما تضربه شو لما تقول لما تدير ولا ولما تقول لك ولما بدير لك اختبار ولما يعني فيها شويه اشياء كثيره هيك يعني مرات يشوفوها يعني 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 نقصان منهم على الرغم ان هذا ما كانش حقيقه هو الـ الـ يعني الانتنشن يعني فكنت نعذره لكن ما اكتشفته حقيقه بعد بعد الاستقاله هو غير ذلك والله لو نقول لك عدد الرسائل التي تفوق ألف من الرسائل اللي تجي واللي تشوف ونقرا في الفيس ونشوف في تعليقات الناس ونشوف في الواحد اللي استغربت انا قلت باي قلت لهم يا جماعه وين كنتم كنا احنا في الاول يعني 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 غير اجابه على سؤالك المعلم هو المواطن الم... مش متعود ان المسؤول يستقيل ما هوش متعود ولا هناك مست... ولا هناك وزير استقال قول لي عليه وزير الاستقال من الايام الاستقلال وتعالى من الوزير الاستقال استقال بسبب فني ما هوش بي... باي شيء اخر فاجابه لسؤالتك اعتقد ان المعلمين الكويسين اللي لاحظوا فيها والله العظيم تصلني رسائل افتخر بها واحتفظ بها الى حد اليوم وحتى بقالي لي دخر دائما يعني ان واحد يقول لنا لي أربعين سنه عمري ما شفت حاجه زي الامل الوحيد بدات الناس يقولوا اعطيتنا امل مش في شخصي انا أحكي لك المهم يعني في في في, في الاجراءات اللي دارت على الاقل فيه امل انها كانت تمشي يعني ف... كنت لا اعتقد ان المعلمين حقيقه يعني يعني عندهم اي يعني زي ما تقول تشجيع لشخصي لكن بعد بعد الاستقاله اكتشفت اكتشفت العكس يعني الاغلبيه العظمى على الاقل الحقيقه كويسين وهذا والله يعني هم اللي مؤلم يعني واحد يعني اذا عرضت عليك وزاره التعليم مره اخرى ترجع دكتور؟ نعم اليوم شنو شروطك؟ شيء نخليها وزاره واحده خليني هنا نعرف اللي شنو ندير عرفت الان من الكويس حتقدر تنفذ كل الاحلام اللي انت الانتر اكتف اديوكيشن اول واحد وحنطبقه في شهر 9 الجاي هو هذا, هذا. السيد العماري هل تعتقد انه حيكمل فيه؟ ما اعتقدش مم. انا اعرفش انا ما اعتقدش لكن ربما هو يقول لي لا انا بندير كويس اتمنى انا انا غير يخليني نشتغل معه عامل مساعد بس هيك ما بينيش انا مش مشكلة يجيب اي حد اخر لكن لكن لا اعتقد من اللي نشوف فيه توا ان هذا من الاولويات وهذا باش انا يعني يعني متالم شويه الحقيقه من الوضع فكل هالاصلاحات تحتاج لاستكمال والقادم ما زال اكثر فهذا باش قلت لك هل عندك استعداد انك تشتغل؟ ايه دوري ما زال لم ينتهي بعد. هل نحكي في رئيس حكومه مرات نقول لك ايه ليش لاني باش نضمن ان على الاقل ما عادش حد هل يعني هل الحلول صعبه في ليبيا فهمت النقطه الاخيره جاوبتك فيها اول مره غير <تصفيق> <تصفيق> لو بتقول لي رئيس حكومه بنقول لك مرات نعم ليش باش 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 ما باش ما, باش ما يجيش حد يكس يكون فوق يكسر القرارات اللي تبيها لكن ها. اهتمامي حيكون في التعليم حتى لو كنت وزير 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 حكومه حتى اهتم بعقل الانسان انا اتمنى ان حياتي كلها نقضيها في التعليم هذا غير لو ننجح في موضوع يعني انت تبي تكون بس رئيس حكومه عشان ما يعيقش حد مسيره التعليم بالضبط على الرغم ان فيه كثير من الامور الثانيه نصلحوها في البلاد ما فيش باس يعني هي راهي بتوفر والله العظيم زي ما يعني مره كتبت في الفيس يعني هي هي راهي نوايا صادقه وعزيمه قويه بس عندنا امثله كثير شوف اللي في رواندا يعني اللي صاير في رواندا ما احنا ما نجي شيء بحدها وفي خلال خمس سنوات اصبحت من الدول الصناعيه الكبرى اللي تضرب بها المثل البوسنا كذلك يعني باهي. يعني هذه ناس اللي اللي صار ما بيناتها اسوء من اللي صار عندنا يعني بعشرات الالاف بي... المرات باراده صحيح. قويه وبنوايا وب... ب... صادقه وبعزيمه قويه قدروا يغيروا فماهوش صعب ف... فممكن الاصلاح يكون حتى في حاجة ثانيه لكن انا ما زال مصر ان الاصلاح في العقل البشري هو المفتاح انت شفت ان الاصلاح في ليبيا صعب او سهل ما هو سهل العقليه نفسها المستقبل وأنت انت مرات انت هو نفس اللي بتصلح له هذاك طالب هو اللي بتجي معاه ما يتقبلهاش منك المعلم اللي بتصلح منه وتصلح من مرتبه ما يتقبلهاش منك تدير اجراء لكن ما فيش باس طبعا اذا كان الاصلاح سهل اي واحد يديره ما هيش قصه يعني انك انت تجرب مره واثنين وثلاثه وتستخدم الاسلوب هذا لو تسالني هل درت اخطاء نقول لك كثير في اشياء ربما شان أكبر خطأ عملته لما كنت وزير؟ والله شوف أنا أعتقد الأكبر مشكلة كانت عندنا اللي هو نحن ما قدرناش نوصلوا لل للناس بشكل مباشر. يعني الإعلام اللي كان عندنا كان ميت. ما قدرناش نسوقوا هالمبادئ على الرغم إنها هي نبيلة ومبادئ كويسة ومبادئ فيها فائدة لكن لو تم تسويقها لي للمستقبل سواء المستقبل نقصد لك كطالب او كمعلم او حتى كولي امر باي راهي كانت النتائج مختلفة طيب دكتور في في عجاله لان وقت البرنامج انتهى تقريبا حضرتك كنت عضو في لجنه الازمه البعض ينتقد هذا الموضوع يقول لك ان وزير التعليم عندما يكفي من العمل ومن من المسؤوليات ومن البيبان التي فتحت ولم يتم قفلها ان ما يكونش عنده وقت اخر فاضي لاداره لجنه ازمه ل... 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 في الحرب الاخيره، كيف ترد على هذا الكلام؟ والله هو صحيح ما هو تو ممكن سؤال خارج شويه عن الواحد لكن عن التعليم لكن كويس ان نتطرق له. انا لم يكن لدي خيار في ان اكون في لجنه الطوارئ. قسما بالله ما ندري عليها في الصبح ماشي من ماشي للعمل نقرا في الفيس لقيتها منشوره، لقيت اسمها وزير التعليم هذا نائب رئيس لجنه الطوارئ. يعني ما هو ما كانش خياري ولا حتى عندي بها علم مش غير حتى خياري. لكن في ذلك الوقت نحن في حرب والبلاد حقيقه تمر بازمه بغض النظر يعني شنو الحرب يعني نتائجها ولا شنو والله, شن والله شن اسبابها ولا مش هذا المقصد. لكن فيه ضحايا فيه ناس تنزح فيه مؤسسات بتتعطل كهرباء محطات بتتدمر قمامة مكبات بتقفل والبلاد بتفسد مياه تنقطع وانقطعت و وا و وا وا وا. اتصالات كذلك هذه حقيقه اللي خلتنا الواحد مهما يكون صح نبو التعليم وصح نبو لكن ايضا في ظروف معينه يجب انك انت كمسؤول انك انت ما تتهربش مش تقول انا ما ما هيك يعني نبي الحاجه اللي نبيها انا، لكن في اشياء تفرض علي، فكان مدخلي حتى قبولي لها بعدين اننا بنأدي عمل انساني وعمل وطني اكثر من اي شيء ثاني، ويهم المواطن مباشره. لما نفكر للنازحين، لما نفكروا ونسكنوهم وشن نوكلوهم وشن نعطوهم من كذا، لما نفكروا في الكهرباء كيف نديروها، في الوقود كيف اللي نديروه، في الميه كيف نديروها وهذا كله كان في صور الناس كلها ما تدريش عليه. فما هوش خيار ولكن كان كان واجب و فيه اعتقد انه يعني هيك مش خيانه للواحد للمواطن يعني نحسها بعد خذلان للمواطن اشكرك جزيل الشكر على تلبية لك دعوتنا وشكرا جزيلا دكتور عثمان شكرا جزيلا شكرا <applause> تحياتي شكرا جزيلا لك شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه نلتقي في حلقه اخرى مع ضيف اخر باذن الله